الرسالة الرابعة وهي إلى الدول الإسلامية. بدأت مشكلة فلسطين وكان المقابل لليهود الدول الإسلامية، ثم قالوا هي قضية عربية فأخرجوا كثيرا من الدول الإسلامية، ثم قالوا هي قضية شرق أوسطية فأخرجوا كثيرا من العرب الذين خارج الشرق الأوسط، ثم قالوا هي الدول المحيطة بفلسطين فأخرجوا كثيرا من دولي العرب المسلمين، ثم قالوا هي قضية فلسطين فأخرجوا الدول المحيطة بفلسطين، والآن قالوا هي قضية المنظمة، منظمة التحرير هي التي تتخذ القرار وحدها. والآن إسرائيل تقول أنا أقاتل حماس، كذبوا لعمر الله، فالأطفال الذين قتلوا والنساء اللاتي قتلنا والرجال الذين قتلوا ليسوا من حماس، وإنما جعلوا هذه شماعة يعلقون عليها ظلمهم وإيذاءهم للمسلمين. فرسالة إلى حكام المسلمين، فلتتقوا الله تبارك وتعالى في هذه البلاد مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الاستنكار والنصرة لإخواننا المسلمين هناك، قد لا تستطيعون القتال فلا أقل من نصرتهم ماديا ومعنويا. والدول التي طبعت مع اليهود عليهم أن يذكروا شجبهم لهذا الأمر ويسحبوا سفراءهم أو يمتنعوا من هذه التطبيعات الظالمة، وعليهم أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. القضية ليست قضية حماس وإسرائيل، القضية قضية فلسطين، القضية قضية بيت المقدس، القضية قضية الإسلام.